الانتاج مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. تهانينا لمالك الشاهينيه. هكذا التواصل مستمر ايها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. اعلنت اشاره البدء بشوط العشرون الخاص لبندقيه الصعوب، وهنالك الانتاج والمنتجين بهذا التحدي الكبير. المقدمه وصداره مخباط وعلي بن خالد العطيه من يقدم لنا مخباط بهذا التحدي الكبير. ولكن شاهين عبد الله بن سعيد بن الاسود راعي الشاهينيه، وهنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء ثالث الاسماء. وصل الجنوبي لسعاده الشيخ خليفه بن طلال بن عبد الرحمن ال ثاني من يقدم لنا الجنوبي بهذا التحدي الكبير. ولكن برجع الى المقدمه والى صداره شاهين وعبد الله بن سعيد بن الاسود من يقدم شاهين. ولكن يا بن الاسود اوه الغادم 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 الجنوبي لسعاده الشيخ خليفه بن طلال بن عبد الرحمن ال ثاني من يقدم لنا اسم كبير ومتحدي بهذا الصباح الجميل. وشوط البندقيه وشوط الاول الرئيسي شوط العشرون الخاص للانتاج الصعوب والمنتجين مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. الجنوبي الله الله الجنوبي لسعاده الشيخ خليفه بن طلال بن عبد الرحمن ال ثاني. سلام لسعاده الشيخ سلام. تهانينا لمالك الجنوبي سعاده الشيخ خليفه بن طلال بن عبد الرحمن ال ثاني. المركز الثاني كان من نصيب شاهين وعبد الله بن سعيد بن الاسود. ثالث الاسماء كان من نصيب مخباط وعلي بن خالد العطيه. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام ساعه وصول الجنوبي لخط النهايه دقيقه 41.79 جزء. تهانينا لمالك الجنوبي سعاده الشيخ خليفه بن طلال بن عبد الرحمن ال ثاني. تهانينا لجميع الفائزين بهذا التحدي الكبير.